حوله لدي اورايل، وعشان اصنع دي ان ايه احوله لدي
الكيتون جروب دي هحولها لميه، يبقى الهدف دلوقتي
But these sources of energy that you need, GTP, which ليها significance, أنا أعرف دلوقتي لما خالص. يبقى أنا هنا أنا هسمع AMP يعني ATP, يبقى ما ينفعش أستخدم ATP أكثر. يبقى هستخدم GTP كسورس أوف إنرجي. تاني أنا واقف في السكة اللي هسمع بيها AMP. هدفي أنا عايز أحط أمينو جروب هنا. هجيبها منين؟ من الأسبارتيت. الأسبارتيت هيخش في الأمينو جروب بتاعته في الكربون تي. فالمركب اللي هيتكون اسمه أدينيلو سكسينيت. لأن الربوز 1 فوسفيت الأدينوزين 1 فوسفيت اسمه التاني إيه؟ أدينيليك أسيد. أدينيليت. فيبقى اسمه أدينيلو سكسينيت. وبعدين أنا بقى مش عايزة بقى خلاص أنا الأمينو جروب خدتها منه. فالـ HD هتخش هنا على الـ NHT هتظبط الـ NH2. ويطلع المركب ده هيبقى اسمه إيه؟ فيومارينت. يبقى أنا كسرت الأدينيلو سكسينيت ده فالإنزيم اللي هيكسره هيبقى اسمه أدينيلو سكسينيت لاييز. شبه إيه الكلام اللي حطوها قبل كده؟ اليوريا سايكل. اليوريا سايكل. السيترولين مسك مع أسبارتيت فالكون اسمه أرجينو سكسينيت ثم بأرجينو سكسينيت لاييز طلع فيومارينت وبقى البشر. نفس الكلام بالظبط. دخل الأسبارتيت بقى اسمه أدينيلو سكسينيت وبعدين طلع في واحد. يبقى كل الحكايه ركبت ادينو سكسينيت سكسينيت ادينو سكسينيت لايس. تمام؟ هنا استهلكت جي تي بي وهنا خلاص ما استهلكتش حاجه وهيطلع في المايك ويتكون عندي الاي ام بي. يبقى السورس بتاع الامينو جروب اللي هنا دي جايه منين؟ جايه منين؟ من الاسبارتين اي فور اي مش ده اي ام بي؟ يبقى الامينو بتاعته هي من الاسبارتين اي فور اي. والسورس اوف انرجي اللي بستهلكه مين؟ جي تي بي. قلنا دي ليها سيجنفكنس هنشوفها دلوقتي. طيب تعال نخش على الناحيه الثانيه. انا عايز بقى اكون جي ام بي. جي ام بي يقول لي انا عايز اعمل ايه؟ عايز احط امينو جروب هنا. فهعمل ايه بقى؟ هخلي دي اول كيتو جروب وبعد ما اخليها كيتو جروب يعني كيتو جروب انا عايز ادخل عليها ايه؟ اوكسجين. بعد ما ادخل الكيتو جروب هستبدلها بامينو جروب. فاكرين الرياكشن بتاع ترانس اميليشن؟ شبه ترانس اميليشن. الفا كيتو اسيد تحول الفا امينو اسيد. لازم تقصد انت بتقول له ايه؟ تحول ايه؟ احط عليها امينو. فدي الاول هحط هنا الاوكسجين وبعدين هستبدله بالامينو جروب عشان يصبح جي ام بي. الاكسجين هجيبه منين؟ بدخله على مين؟ على شكل ميه. انا عايزه واحد اكسجينيه بدخلها على شكل ميه. هتخش الميه وهي بتسحب الهيدروجين. هسحب الهيدروجين على ايه؟ على نات. الانزيم اللي هيسحب هيدروجين من الاي ام بي هيبقى اسمه اي ام بي دي هيدروجينيز. يبقى انا عودت اول هدف عندي ان انا دخلت الاكسجين اهو. دخلته ازاي؟ من الميه. الميه داخله بالهيدروجين بتاعها عشان تحول الاكسجين وبعدين اروح ساحبه هيدروجين على الناب بالاي ام بي دي هيدروجينيز. خلاص كده اقدر بقى احط الايه؟ الامينو جروب. هجيبها منين؟ من الجلوتامين. من الجلوتامين. الجلوتامين هيخش يحط الامينو جروب بتاعته ويطلع جلوتامينت. الجلوتامين ده الجلوتامين هو الامينت بتاع الجلوتامينت. يبقى انا هشيل الامينو جروب بينهم هحطها هنا ويطلع الجلوتامين. انا بصنع ايه؟ جي ام بي. يبقى السورس اوف انرجي هيبقى ايه؟ اي تي بي. يبقى هنا اي تي بي احتجت انرجي جبتها من اي تي بي فهيتكسر الاي تي بي وكده كونت الجي بي. تاني كده بالراحه خالص انا عيدها كذا مره حاجه ما تضايقش انتوا فاهمين. انا بعمل ايه؟ احنا في اخر خطوه دلوقتي في الدونوفو بيولين سنتس اللي هي بحاول بصنع الاي ام بي والجي ام بي. كونفرجن اوف اي ام بي الى اي ام بي وجي ام بي. هيتم ازاي الكلام ده؟ انا علشان احول الاي ام بي محتاجه استبدل دي بامينو جروب. جت منين؟ من الاسبارتيت. هيخش الاسبارتيت يحط الامينو جروب بتاعته ويطلع كفيومارينت. يبقى ادينو سكسينيت سنتيز ادينو سكسينيت لاييز. وكون عندي ايه؟ في حاله الجي ام بي انا عايزه هنا احط الامينو جروب هنا. يبقى هستبدل احط اوبشن الاول واستبدله بامينو جروب.
كتير هبتدي استخدمه في صناعه الجي ام بي. لما يبقى عندي جي ام بي كتير هستخدمه في صناعه البي تي. يبقى ميبقاش في واحد بيصنع بزياده قوي قوي لما عندي نقص في التاني. يبقى الاثنين معتمدين على بعض. هو ده مش معناه ان هم قد بعض. ده مش معناه ان نسبه الجي ام بي في الفريق زي الاي تي بي. لا ده الاي تي بي حوالي من 4 إلى 6 اضعاف كميه جي ام بي. الاي تي بي محتاجينه في حاجات اكتر كتير. بس هي نسبة في بالانس في النسبة دي. زيادة هيستخدم في تصنيع جي ام بي، وجي ام بي لما يزيد هستخدمه في تصنيع الاتنين، فهو ده اللي هيخلي في بالانس ما بينهم. تمام؟ ما يبقاش في واحد عنده كتير قوي قوي والتاني ناقص، مش لاقياه، لان هما الاتنين بيصنعوا من نفس المركب، ما يبقاش ده شيفت في الاتجاه ده بسبب الاتجاه ده ما بيتصنعش. تمام؟ يبقى ده كده ايه اللي هو ايه الملاحظات اللي عايزين اقولها في النقطة دي. طبعا يبقى اسس وبالتالي استاذ مش ده القصد مش هيحصل.
صنع بيري مش عارف صنع بيري خلاص. وبالتالي اعرف اجيب ايه ابلاي الكلام ده على ايه بقى كانتي كانسر دراجز. انا بستخدم الفوليت انتاجونست كانتي كانسر دراجز انها تمنع ايه زي الميزوتروكسيت. الميزوتروكسيت ده في كيموثيرابي حد عنده كانسر الميزوتروكسيت ده بيتاخد بقى كاي في بيتاخد كتابلتس تمام. فالميزوتروكسيت ده فوليت انتاجونست بيعمل ايه بيمنع الاكتيفيشن بتاع الكانسر. انهب بقى التاني البيورين and nucleic acid synthesis leading to inhibition of cell division and hence the use in the treatment of some cancers. عشان كده الميزوتروكسيت بنستخدمه في كيموثيرابي علشان يمنع activation cancer system. ما تطلعش بسرعه ليه؟ بتسمع تي ان اي تي وبتطلعي بطريقه فظيعه خلاص؟ فالميزوتروكسيت هيمنع activation بتاع السيل ان هو هيمنع تمام؟ طيب احنا انتهينا في الجينوم سينثيسيس ايه اي ان بي وجي ان بي. عايزين نجاوب الحدوده بقى ليه خلاص؟ فعايزين نشوف بقى ازاي هصنع نيوكليوزايد داي اند تراي فوسفيت. هيتم ازاي؟ ببساطه جدا بكاريوت. انا عايز احط فوسفيت عليه. اي انزايم يحط فوسفيت على ورقه بيبقى اسمه ايه؟ كاريوت. وبسميه باسم ايه؟ السبستريت خلاص؟ فانا عندي نوعين. انا دلوقتي صنعت الجينوفو على شكل نيوكليوزايد مونو فوسفيت سواء كان اي ام بي او جي ام بي. يبقى انا هحط عليها فوسفيت عشان تبقى داي فوسفيت. الانزايم هيبقى اسمه ايه؟ نيوكليوزايد مونوفوسفيت كاينيز هيستهلك اي تي بي. ثم النيوكليوزايد دايفوسفيت انا عايز احوله لترايفوسفيت. يبقى هيجي انزايم تاني السبستريت ده كده هسميه اسم السبستريت اللي هو نيوكليوزايد دايفوسفيت كاينيز اللي هيحط فوسفيت على نيوكليوزايد دايفوسفيت فتكون عندي نيوكليوزايد ترايفوسفيت. عندنا كام ملاحظه في النقطه دي؟ رقم واحد ده سبيسيفيك ده بيز سبيسيفيك يعني كل بيز ليها الكايناز بتاعها. كل نيوكليوزايد مونوفوسفيت ليها الكايناز بتاعها بيز سبيسيفيك خلاص. لكن ده بيز نون سبيسيفيك. اي داي نيوكليوتايد داي فوسفيت بيعمل لها فوسفوليشن خلاص. يبقى ده بيز سبيسيفيك وده ايه مش بيز سبيسيفيك. النقطه الثانيه ان ده مش بيز سبيسيفيك اه خلاص. طب لو جينا نطبق بقى هنا اه ينفع الجي تي بي هحط عليه فوسفيت يبقى جي تي بي. طب تعالوا كده لو انا ادي اي تي بي يبقى انا استفدت حاجه. لما اقول اي تي بي اه اي تي بي بصنعه ازاي؟ ان انا حولت اي تي بي واقول انا استهلكت اي تي بي رجعت تاني اي تي بي يبقى انا استفدت ايه؟ يبقى كاني ما عملتش حاجه. طب وبعدين هجيب اي تي بي منين؟ اي تي بي مع اي تي بي مين المصنع اللي بصنع الاي تي بي؟ فين يعني؟ ايه الميكانيزم؟ ايه الترانسبورت تشين ده؟ انا عندي ميكانيزم لوحدها كده بتاخد الاي تي بي تحوله لاي تي بي تلتين الاي تي بي بيسبنع هي اللي بتعمل الترانسبورت تشين وبقى التلت اللي فاضل جايه منين؟ الاي تي بي بيسبنع اللي انا بستخدمه ده تلتين. انا اول حاجه من 10 سنين كده خدتوها في اول شابتر البايو انرجيتكس تلتين الجد تلتين الاي تي بي جاي من حته الترانسبورت تشين. في ليفل تاني ليفل تاني سبستريت اللي هو موجود فين؟ في جلايكوليس وكريبس. يبقى ده الاي تي بي فعلا اللي بجيبه منين؟ من الالكترو ترانسبورت تشين من السبستريت ليفل خلاص؟ فهنا ده مش فعال مش لازم اصنع الاي تي بي لانها هيبقى نون سنس ان انا هجيب هنا اي تي بي احول اي تي بي ويا فرحتي هجيب هنا اي تي بي احول اي تي بي خلاص؟ يبقى ده فعال اه بقيت النيوكليوزات كلها معانا الاي تي بي مش هبقى استفدت منه خلاص؟ يبقى دي نقطه جي تي بي في صناعه الاي تي بي. برافو في المجزرة ستيت سنة برافو شاطر. يبقى دي النقطة الثانية بستخدم فيها جي تي بي. يبقى بستخدم الجي تي بي كسورس اوف انرجي في حاجات ايه معينة لأهداف معينة. لكن الأساس بتاعي الكارنسي بسميه انرجي كارنسي يعني ايه انرجي كارنسي؟ هي دي العملة اللي بصرف بيها انرجي في جسم الاي تي بي. تاني بالراحة كده احنا عملنا جينوفو والجينوفو انتهى إلى اي ام بي وجي ام بي. لا القصة ما انتهتش. انا عايز اوصل لايه؟ تي بي لاي تي بي وجي تي بي. وبقيت البايبرينز بقى كلها كمان غير البيرينز. هعمله ازاي؟ بكنيس اي انزايم بيحط فوسفيت على السبستريت هسميه كنيس. وهسميه اسم الايه؟ السبستريت بتاعه. فهي لو انا نيوكليوزايد مونوفوسفيت يبقى
need. And inside my اسمه ايه بقى؟ رايدن. يو تايب ري دوت كيس او رايدن يو تايب فوسفين ري دوت كيس. اشيل الاكسجين اهو من هنا يحولها لتي اوكسي. هيحط الاكسجين فين؟ دخل اكسجينات هيرميها فين؟ عايزين هيدروجين. هنجيب هيدروجين منين؟ الكوينزيم بتاعه او البروتين اللي اسوشيت مع الانزيم ده اسمه ثايو ريدوكس. ثايو ريدوكس ده ثايو ايه منين؟ من سلفر. خلاص؟ الثايو ريدوكس بتاعه من اس اتش. هياخد منه الهيدروجين. يحطه على الاكسجين ويطلع على العين. الثايو ريدوكس ده المفروض ده ريديوز ولا اوكسدايزد؟ ده ريديوز. لما خدت منه الهيدروجين تحول الى ايه؟ اوكسدايزد. ده لازم يبقى عندي الكريست ترجعه تاني. علشان اصنع تاني وتالت ورابع. هرجعه ازاي بقى؟ هعمل له ريدكشن بالثايروكسين ريدكتيز اللي هيجيب الهيدروجين منين؟ من النت بيج. برضه خدنا ميكانيزم شبه دي قبل كده. غير الفايتامين في الاولاني. الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ريدكتيز بتاع الار بي سيز اتش 2 ها؟ كنت باخد الجلوتاثيون فيه سلفر برضه اس اتش. كنت باخد منها الهيدروجين عشان اتخلص من اتش 2 والريديوز والبوتاسيوم يتحول لاوكسيدايز بوتاسيوم. برجعه ليه؟ البوتاسيوم ده الكيس اللي بيجيب الهيدروجين منين؟ من النت بي اتش. عشان كده كان الاتش ام بي مهمه لمين؟ للار بي سيز. لما الاتش ام بي بيحصل فيها مشكله الار بي سي بتتكسر خلاص؟ فالنت بي اتش بيجي منين؟ من الاتش ام بي. تاني هو في زن ليه؟ كام واحد مش فاهم؟ هو الزن ده معناه ان الناس مش فاهمه فرق الدرجه. طب واحد مش فاهم. طب ادينه ليه؟ تاني احنا بنحكي حدوته. حدوته ازاي بصنع في جسمي اي تي بي واي تي بي اي تي بي وجي ام بي ودي اوكسي رايبونيوكليك. بدانا بحدوته بالدينوكوسنتس تمام؟ وصلت اي ام بي وجي ام بي. حدوته ما خلصتش. انا لسه عايزه اعمل اي تي بي وجي ام بي وعرفت ازاي الكاينتس. الحدوته ما خلصتش. انا عايزه اصنع دي ام بي. عايز اعمل دي اوكسي رايبونيوكليك. فالانزيم المسؤول اسمه رايبونيوكليك ريدكتيز. ده بيشتغل بس على ايه؟ الجلوكوزايد داي فوسفين. هياخد منها اوكسجين. هيحطه على هيدروجين. هجيب الهيدروجين منين؟ من بروتين اسمه ثايو ريدوكس. هياخد الهيدروجين بتوعه فالديود ثايو ريدوكسين هيتحول لاوكسدايز ثايو ريدوكسين. هرجعه تاني لايه؟ للثايو ريدوكسين ريدكتيز اللي هجيب الهيدروجين من نفس الهيدروجين. ودي الرسمه الموجوده في الكتاب اهي. عشان اللي بيحبوا نديك الكتاب. دي الرسمة اللي في الكتاب. ادي اهو رايبونيوكليوزايد داي فوسفيت رايبونيوكليوزايد داكتيز هيبقى دي اوكسي رايبونيوكليوزايد داي فوسفيت. هيتحول ريديوز الثايرودوكسين دي اوكسي داي ثايرودوكسين. وبعدين هرجع تاني هرجعه تاني للثايرودوكسين داكتيز. توقع الانزيم ده هو اسمه ايه؟ الرايبونيوكليوزايد داكتيز يبقى قفل طول الخط. هل يبقى قفل على طول؟ توقع اثناء الايه؟ دي ان اي سنتس. انا ببتدي اصنع دي ان اي عشان انا اخليها تنفصل. يبقى اثناء الدي ان اي سنتس فقط هيبقى اكتف. كده مش هيبقى اكتف. انا مش محتاجه دي اوكسي رايبونيوكليوتايد غير في الدي ان اي فقط. خلاص؟ يبقى احنا عندنا هذا الانزيم اهو رايبونيوكليوتايد بيز از اكتف اونلي during دي ان اي سنتس. وايه بقى لازم يبقى؟ ايه اللي هيخليه انهبيتد الدي ان اي؟ دي اوكسي ادينوسين ترايبوسفين. لما يعلى قوي 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 يعمل انهبيشن للانزيم ده. الحته دي هتبقى مهمه لان احنا هناخد فيه ديزيز هيحصل هيبقى سببه الفيدباك انهبيشن بتاع دي تي بي ده. يبقى انا عايزاكم اعرف بس في دي اوكسي رايبونيوكليوتايد بجيبها ازاي؟ الانزيم اسمه رايبونيوكليوتايد بيتا كيس. بيستخدم بروتين اسمه ثايو ريدوكس. يبقى اكتف جوري ريبلي كيس. تحط خط تحت كلمه مهمه لان يعني انت في الامتحان كتير الكلام كله يخش في بعض. هتبتدي تفتكر ايه الكلام اللي حاطه فيه الخط. خلاص انا على طيب المطاعم كده كويس. طلع على طيب فوسفيت. المطاعم دلوقتي طيب فوسفيت. خلاص؟ بيستخدم ثايو ريدوكس. اكتف جوريك ريبليكيشن. انهبيتد بي دي اوكسي اي تي بي. خلاص؟ مين عايز يسمع؟ دي قصه ثانيه يعني هيبقى الفيدباك انهبيشن بتاع الدي اي تي بي قل. وفي بقى كروس فاكت دي بتاخد تحط الاستيسايد والابوس والحاجات اللي بتحطها في مش هيبقى في عندي كروس فاكتورز بتدي تعمل ادابتيشن لكل النظام اللي بتسمع دي ان ايه؟ كل النظام بتدي ان ايه؟ في كروس فاكتورز معينه والسايكلز والحاجات القصه اللي بتحصل كده. ما احنا للاسف احنا بناخد الحاجات عشان تبقى الدنيا مترابطه. مش خلاص حياتي انتهت
شوية. فبنقول عليها multiple loops feedback inhibition. موضوع عشان دي عشان الurine synthesis ده the branch pathway branched. فهتلاقي في multiple loops of feedback. نشوف ازاي دلوقتي. رقم ثلاثة بقى في حاجة اسمها cross regulation. دي انواع regulation اللي موجودة في الurine synthesis. عندي feedback inhibition بس حقيقة هو نوع من multiple loop feedback inhibition وعندي cross regulation. كل الريجيليشن بتلخص في الدياجرام ده. يا نهار ابيض هذاكر ازاي ده؟ دياجرام معقد خالص. طبعا كفايه جدا الامتحان لو جالك السؤال ده ارسم الرسمه. كفايه جدا. شوف سألتكم سألتكم ازاي؟ يعني يكفي ان لو رسمت الرسمه هتاخد الفول مارك. يعني الرسمه فولفيلد كل الريجيليشن. براحة كده. ده الدياجرام ده بتاع البيبين سامي. نبتدي القصة من الأول. البداية كانت إيه؟ ريبوز 5-فوسفات والتهيت بـ AMP و GMP يتحولوا بعد كده لـ ATP و GTP. الكي إنزايم كان مين؟ PRPP سنتيتيز اللي حاول ريبوز 5-فوسفات لـ PRPP. الكوميت ستيب اللي هي مين؟ اللي هي الجلوتامين PRPP أمينو ترانسفيريز. قلنا الكوميت ستيب يعني خلاص أنا كده دخلت في الجرين سنسز. تمام؟ بس انا بقى وصلت يعني ده خلاص هوصل في النهايه الاي ام بي. الاي ام بي هيبتدي برانش يا اما يتحول ده يا اما يتحول ده. مين الكي انزايم اللي بيحول لي ده؟ هتدي مسكسفين سنتيتيز ده يعتبر الكي انزايم بقى بتاع اي ام بي سنت. ومين الانزايم اللي هيحوله جي ام بي؟ اي ام بي تيروجينيز ده الكي انزايم بتاع جي ام بي سنت. بحقيقه انا عندي اربع انزايمز بيحصل عليهم ديجريشن. خلاص؟ واحد كي انزايم، واحد كوميت ستاب كاتلايز كوميت ستاب، واثنين الكي انزايمز بتوع الاي ام بي والجي ام بي ريسبكت اللي هم الادينو سبسينس فيز والاي ام بي دي هيدروجين. في اربع انزايمز بيتم عليهم الريجيشن. خلاص؟ المعمولين بالاصلي. نكست بقى ده الايرلي انزايم ده اول واحد الكي انزايم. تتوقع ان يحصل له فيدباك انهبيشن من الاند برودكت. صح؟ مين دول بقى اللي بيعملوا انهبيشن؟ الاند برودكت اللي هم يعني دول مش بيأثروا فيه خالص، لا الاي دي بي والاي ام بي والجي ام بي والجي يعني المونوفوسفيت والدايفوسفيت. نيكلوزايد مونوفوسفيت ونيكلوزايد دايفوسفيت. الاثنين دول اللي بالازرق خد الخطوط دي، نتطلع على الخطوط اللي بالازرق. الاثنين دول هيعملوا انهبيشن للكي انزايم اللي هو بي ار بي بي سنتيتيز. لما يعملوا خلاص بقى كفايه يعملوا فيدباك بنسميه لونج لوب. ليه لونج لوب؟ لان هو الاند برودكت قوي راح الايرلي انزايم قوي عمل له انهبيشن. فده لونج لوب عدى كل ده. الكوميتيك ستيب بقى ده الكوميتيك ستيب زي ما قلنا خلاص دخلت في البرين سنتس وده اكتر واحد سبجكت للانهبيشن. هيبقى انهبيتد ايه؟ بالاند برودكت برضه. مين الاند برودكت بتاعه؟ الهدف الاساسي ايه؟ الاي ام بي. والاي ام بي بيتحول اي ام بي وجي ام بي. يبقى الثلاثة دول اللي هما بالأحمر هيعملوا انهبيشن ل الكوميتيك ستيب. المونوفوسفيت مونوفوسفيت اي ام بي جي ام بي اي ام بي هيعملوا انهبيشن للكوميتيك ستيب. هي مكتوبة عندكم في أول نقطة كانت متجمعة. قال لك إن اللي هما الاي ام بي والجي ام بي والاي تي بي والجي تي بي والاي ام بي بيعملوا انهبيشن للبيورين سنتس على تو ليفلز اللي هو مين بقى التو ليفلز دول؟ البي ار بي سنتيز والجلوتامين بي ار بي ميدو ترانسفيرز. خلاص؟ تاني يبقى البي ار بي سنتيز ده كي انزايم هيبقى انهبيتد بالمونو والداي فوسفيت انزايم مونو والداي فوسفيت. اما البي ار بي ميدو ترانسفيرز هيبقى انهبيتد بالمونو فوسفيت. ثلاثه الاي ام بي والجي ام بي الـ AMP. طيب نيجي بقى هنا ده الـ key enzyme بتاع تصنيع الـ AMP وده الـ key enzyme بتاع تصنيع الـ GMP. خلاص؟ أتوقع إن ده هيحصل له feedback inhibition بمين؟ بالـ AMP. ده الهدف بتاعي أنا صنع الـ AMP. لما يعمل الـ AMP هيعمل inhibition الـ key enzyme بتاعه اللي هو الـ adenine succinate synthetase. والـ GMP لما يعمل هيعمل inhibition الـ key enzyme بتاعه اللي هو الـ IMPT hydrogenase. تمام؟
يبقى كده ايه حاجات بتعمل انكريبشن. الاكتيفيشن هيحصل بايه؟ الكومبتيتيف ستيب دي بي ار بي، بي ار بي لما يعلى هيبتدي ياكتيفيت الديزاين ده. خلاص؟ لما يعلى قوي هيبتدي ياكتيفيت الافيلبل سبيس. عشان كده اتش ام بي لما كانت بتزيد كانت بتعمل دوت. عشان بي ار بي كان بيعلى قوي يروح ياكتيفيت الديزاين ده فيكمل في سكه تصنع يونينز كتيره مش محتاجاها فبتكسرها وطلع يونينز. هنا بقى في كروس ريجيليشن. ده قلناه واحنا بنتكلم على ايه؟ على البيورين سنسس. من غير ما نبص هنا كان ايه كروس ريجيليشن ده بعد؟ استخدم الاي تي بي تصنيع الجي ام بي. واستخدم الاي ام بي تصنيع الجي ام بي. كروس ريجيليشن. ليه؟ ايه السيجنفكنس بتاع الخطوه دي؟ عشان اخليهم في بالانس ما يبقاش واحد بيتصنع كتير قوي والتاني عنده في ديفيشنز. فالكروس ريجيليشن ده مهم عشان يخليهم بالانس. يبقى ده اللي محتاجاه في الخطوه دي وده اللي محتاجاه في الخطوه دي. تاني بقى بالراحه كده ريجيليشن اوف ذا ريزنس. ده مالتيبل لوب فيدباك زي ما احنا شايفين كده لانها برانش اوف واي. يبقى مثال لمالتيبل لوب فيدباك ومثال لكروس ريجيليشن. كم في كم ديزاين عندي عليهم ريجيليشن؟ اربعه. يعني انا كان رياكشنز كتيره جدا جدا بس اللي عليهم ريجيليشن هم الاربعه ديزاينز دول. ده هيبقى انهبيتد بالمونو والدار. يعني الاي ام بي والجي ام بي الاي تي بي والجي او اللي هو استعمل او الازرق. خلاص؟ ده هيبقى انهبيتد بالمونو اللي هو كام واحد بقى؟ ثلاثه اللي هم مين؟ الاي ام بي والاي ام بي والجي ام بي. وهيبقى اكتيفيتد بمين؟ بالبي ار بي. لما يعلى هتزي يعمل له اكتيفيشن. نيجي هنا بقى ده الكي انزايم بتاع التصنيع ده، فده لما يعلى يعمل له فيدباك انهبيشن. وده لما يعلى يعمل فيدباك انهبيشن للانزايم بتاعه الاي ام بي في هيدروجينيز. وبعد كده في عندي كروس ريجيليشن ما بين الاثنين علشان السيجنفكنس بتاعها زي ما اتفقنا يبقى في بالانس ما بينهم. خلاص؟ يبقى ده كده ريجيليشن اوف يوريك سنسز. ارسمه الرسمه فقط في الامتحان. مش عارف انت ضعيف بس مش عارف ترسم ايه في الكلام اللي عندك في اللي مكتوب عنك. خلاص؟ مع الحظ الخطوه اللي احتجتها خلي بالك بقى في صوت ايه؟ الجي تي بي انا احتجته في الادلو سسبنس ديز. بصي عندك في الدنوفو سنسس انا احتجته في الايه؟ في تي. لكن انا هنا احتجته في الخطوه دي. احنا بنشرح في اي سؤال؟ كده خلصنا دروس بكل حاجة ليها علاقة بيه. من أول خالص الريكس لحد ما وصلت لي. لما أجي أقول لك قول لي إزاي أحول الـ أي إم بي لـ زي أوكسي أي تي بي. أي إم بي زي أوكسي تي بي. أنا أديله سكسبيس سيتيز، أديله سكسبيس لايز، ها؟ وبعدين الكايناز عشان أحول إيه؟ وبعدين الريداكتيز عشان احول دي اوكس وبعدين كاينيز عشان احول دي اوكس اي تي. خلاص؟ انسى خلاص. يبقى ده كده ايه ده كده. هنرجع بقى للستارتش سيستم. احنا اتفقنا انا عندي نوفو سنتس وستارتش. هنرجع كده تاني ثاني بكره اول امتحان بس اقروه اقروه عشان لما نرجع تاني بكره يبقى انتوا كده ايه الدنيا تبقى ثابته اكتر. خلاص؟ وان شاء الله خلاص ده تعرفها ايه اهميه
مين؟ بفرض بفرض. ان انا بقلل النيد دي نقطة. يعني انا لما يكون عندي خلاص انا اوريدي خلاص عندي نيكروتايز مش هصنع من اول خالص. وتصنيع من اول خالص ده بستهلك فيه تي بي تي بي بستهلك فيه تي بي بستهلك ريسورسز كتيرة. فليه؟ ما انا عندي حاجات جاهزة محتاجة بس ايه؟ كاينيز يرجعها لي خلاص. يا بقلل النيد ودي نقطة. رقم ثلاثة في تيشوز ما بتقدرش تعمل دي نقطة. ما عندهاش زي البرين وزي الريد سيلف كيرسرز فده مهم في التيشو ازاي عشان كده دي اكتر تيشو بتتاثر لو الستارفش باظ هيبقى البرين والايه والريد سيلف يبقى اهو سبلاي كل نيكروتايد تيشو بي كيبل اوف دي نوفو سينسيس ديكريز نيد فور دي نوفو سينسيس ديكريز فورميشن اوف يونيتس. انا بقى بعد ستارفش مين بقى زي ما اتفقنا يا اما الفري كيوريانس يا اما البيرين نيوكليوسايت بدول حاجتين مع بعض صعبش يا فري بيريد يا بيرين نيوكليوسايت. هو انا علشان البيز دي اركبها نيوكليوتايد محتاجه ايه؟ ريبوزو فوسفيت عشان ترجع النيوكليوتايد فبقول عليها فوسفور ريبوزيليشن اوف بيرين. انا عشان احول البيز دي البيز دي عشان احولها للنيوكليوتايد محتاجه ريبوز 5 فوسفيت. فعشان احط لها ريبوز 5 فوسفيت معناها ايه؟ فوسفورايبوزيليشن. طب دي بريدي كروسات محتاج ايه عشان النيوكليوتايد؟ فوسفيت بس بقول عليها فوسفوريليشن او بيورين نيوكليوسات. تمام؟ ادي الفري بيورين اهي. ادي الادمين اهو الادمين يبقى الانزيم اللي هيحط عليه فوسفورايبوز هيبقى اسمه ايه؟ ادمين فوسفورايبوزايل ترانسفيرينس. الانزيم اللي بينقل فوسفورايبوز للادنين هيبقى اسمه ادنين فوسفورايبوزايد ترانسفيرينس. بيجيب منين الفوسفورايبوز؟ من البي ار بي بي. ادي البي ار بي بي استخدمناه اهو فين؟ في الستارتش. لما قلنا ان هو مش ما احتاجتوش في الدراما بس محتاجه في الستارتش اهو. هجيب الفوسفورايبوز من البي ار بي بي يطلع باي فوسفين ويتكون اي ام بي والانزيم اسمه اي بي ار تي. الانزيم ده مش مهم اللي انا عاده ما بقاش عندي يعني اقل قيمه من التليمين ده. دول اللي بيكونوا عضلي. مين دول بقى؟ دول الهايبوسالفين والجوانين. دي بيزس. الانزيم اللي بيدي فوسفورايبوز الهايبوسالفين والجوانين هيبقى اسمه ايه؟ هايبوسالفين جوانين فوسفورايبوزاي ترانسفيريز او الاختصار بتاعه اتش جي بي ار تي. ده مهم جدا الانزيم ده. ده لو ناس يعمل جاوت. وهيعمل سندروم خطيره جدا هنشوفها بكره ان شاء الله. هيحط فوسفورايبوز على الهايبوزانسن هيبقى اي ام بي. هيحط فوسفورايبوز على الجوانين هيبقى شيء خلاص؟ يبقى دي اول حاجه اللي هو فوسفورايبوزيليشن اوف فري بيورينز. احط عليها فوسفورايبوز. تو انزايمز اي بي ار تي بتاع الادكين. وده اهميته قليله قوي. خلاص؟ لكن الاساس بقى اللي هو بيعمل بيحط الفوسفورايبوز على الهايبوزانسن والجوانين اللي هو اتش جي بي ار تي. والسورس بتاع الفوسفورايبوز هيبقى البي ار بي. خلاص الخطوه الثانيه اللي هو بقى ايه؟ في فيديو كروزايد عاملها ايه؟ فوسفوريليشن بس عشان احولها لكروزايد محتاجه فوسفيت بس. الوحيد اللي بعمله سالفج بالفوسفوريليشن هو الادينوزين. هو ده الادينوزين بحط له فوسفيت معلش كروزايد غير ده. الادينوزين كاينيز هيستخدم بي تي بي حوالي الى اي ام بي ونفس الانزيم برضه في الدي اوكسي ادينوزين. هو ده سالفج تيست. يبقى سالفج تيست فوسفورايبوزيليشن اوف بيزز